تقديم الشيشة للعوائل، والمقصود هنا بنات حواء. لم يصدر به قرار حتى الآن، فهو لا يزال مقترح وافقت عليه اللجنة الفنية في المجلس البلدي. ومع هذا فالمقترح الذي لم يقر بشكل نهائي بعد ويقضي بوقف تقديم الشيشة للعوائل في المطاعم وقع بين النقد والترحيب في الشارع، والأسباب متعددة ومختلفة. فمن الشباب الكويتي من يؤيد إلغاء شيشة العوائل مع احترامه للحريات وأن الأمر يرجع للحرية الشخصية، لكنه يبرر تأييد الإلغاء لأن منظر الشيشة والتدخين للمرأة سيء. يا ظاهرة شوي تكون ممكن أنها تكون سيئة، بس أنه أوكي تصير تحت سقف الحرية، لكن أنا أشوفها ظاهرة سيئة فأنا مع إلغائها، بس مو بشكل متشدد. حرية شخصية بس أنها هي تكون نوعا ما سيئة، فأنا ضدها لأنها سيئة مو لأنها من الحرية. في المقابل يرى مقيمون أن تعدد الجنسيات وبالتالي اختلاف الثقافات أحد الأسباب الوجيهة لرفض مقترح إلغاء شيشة العوائل. ضد القرار لأنه القرار في الأول في الآخر هو حرية شخصية. شايف أنه أي حد ممكن يكون من حرية أن أنت تقرر أن أنت تكون موافق تشرب شيشة أو أهلك، لأن البلد هنا فيها جنسيات كتير وثقافات كتير، ولكن تلك الثقافات المختلفة للجنسيات المقيمة لا تكفي عند بعض المواطنين لتلغي ما ترفضه العادات والتقاليد من وجهة نظره. أنا ضد شيشة العوائل سبب واحد، يعني عاداتنا وتقاليدنا، يعني بحكم العادات والتقاليد احنا ضد الفكرة ان يعني شيشة العوائل يعني ما حسنها مناسبة، يعني كعاداتنا وتقاليدنا احنا بالكويت احنا نفضل ان يعني تكون مطاعم بس أو أشياء ترفيهية ثانية تفيد العائلة أفضل من الشيشة. ليست الأسباب للرفض والقبول فقط بين اختلاف الثقافات والعادات، بل إن قلة المرافق الترفيهية يرى البعض أنها سبب يدفعه لتأييد الإبقاء على الشيشة للعوائل في المطاعم. مع عدم إلغاء الموضوع الشيشة العائلية، لأن أنا شايف أن مجال الترفيه في الكويت قليل، فالعائلات بيخرجوا مع بعض على أساس اللي عايز يشايش بيشايش. أما أصحاب المطاعم فهم مع الحرية التي يضبطها القانون، مؤكدين وجود إقبال بعض العوائل على الشيشة في مطاعمهم. أكيد ضد، لأنه في كتير عوائل بيجوا نحن هون بالمطعم بيطلبوا الشيشة مع الأكل بعد الأكل، وفي ناس كتير عوائل بتطلبها ومطلوبة يعني بالشارع الكويتي، وما في عليها أي مشاكل لأي حدا. الأعمار طبعا نحن ملتزمين بالقانون اللي حطتها البلدية هو فوق 21 سنة.